تحكي. احنا لازم نبتعد، ها محضرت لكم اللابتوب بس خلي افر لازم نبتعد عن هذا الشيء بليز. يعني هاي نصيحة لكم أخوية، لا تسوون هيجي أشياء أبدا، لا تسوون هيجي سمايلز، أوكي؟ نهائيا نهائيا. ثاني شغلة، الفينيرز هي أي شيء يغطي أي شيء، يعني حتى الكاشي مالت القاع ممكن نسميه فينيرز. فالفينيرز هو عبارة عن شيء ده يغطي لي شيء، أوكي؟ البورسلين فينيرز اللي هي سيراميك فينيرز اللي هي دنتال فينيرز هي طبقة مال سيراميكس تغطي السيراميكس اللي هو الإيماكس، تغطي لي سطح السن الخارجي، أوكي؟ وعليه مدى حسكم مكنكين بعدكم هوسة، وعليك وعليه هذه الطبقة راح تغير لي من شكله أو لونه أو تغير لي في الديفكت بي. وفد شوية راح نحكي، نبلش نحكي على الانديكيشنز. الأستيك بالفينيرز هي محصلة لمجموعة أشياء، أوكي؟ يعني أني مو همي الوحيد إنه أطلع أستيك، لأنه بالنهاية أني إذا راح أحافظ على البيولوجي مالت اللثة والأسنان، وراح احافظ على الميكانيكس اللي هي الاوكلوجن ما اوكلوجن، واذا احافظ على الفانكشن فبالنهايه الاستيتيك هي تحصيل حاصل. فاني اذا راعيت الاوكلوجن والبيولوجي والفانكشن كلتها هذه راعيتها، بالنهايه راح يطلع لي استيتيك جدا عالي. اوكي قولوا لي اوكي زين، قولوا لي اوكي. المهم فاني لازم اعرف انه اني السن فقط اريد اغطي لو اريد اسوي سمايل كامله. في حال انه اني عندي سن بي ديفكت، اي ديفكت، هسه نجي على الديفكتس اللي هي الانديكيشنز. في حال انه اني عندي سن اريد اغطي الذبانه دا تحوس، هذا السن راح اغطيه بفينير كأنما دا أغطيه بكمبوزيت، مثل من يجيكم كمبوزيت، أوكي؟ تشتغلوا لدايركت فينير بدون ما تحسبون حساب إنه هذا الكيس يحتاج لأورثو أو هذا الكيس يحتاج لسيرجري أو يحتاج لأي شيء. كأنما دا أشتغل كمبوزيت، يعني أنا عندي هذا السن بديسكالوريشن، بروكلايند، ريتروكلايند، ما عندي مشكلة. أنا الفكرة إنه أسوي له فينير. مثل هذه الكيس، هسا أطلع لكم إياها. هذه الكيس ما عندي مشكلة بأي شيء، الفكرة من هذه الكيس إنه أنا فقط أريد أحل الديفكت اللي بالإنامل، أوكي؟ ما ببالي إنه أسوي سمايل ديزاين. عدلنا لها شوية من السمايل لاين، بس الشيف كومبلين مالتها هي فقط هذا الديسكالوريشن اللي سببه إنه وراء الأورثو قاصيلها الكومبوزيت بالبير، فشايلين جزء من الإنامل، تمام؟ وأكو كيسز اللخ اللي أحتاج أسوي لها سمايل، هاي اللي أتحاسب عليها. ففي حال إنه أنا أريد فقط أغطي وجه السن ما راح أحتاج إنه أسوي سمايل ديزاين، بس في حال إنه البيشنت إجاني قال لي أريد أغير السمايل مالتي، هنا راح ندخل بالتفاصيل الاخرى. الانديكيشن مالت الفينيرز هسه راح اطلع لكم اياها حتى تاخذوا لها سكرين. المين انديكيشنز هي هذه المين انديكيشنز، تمام؟ اللي هي كراك تيث، ديسكالر تيث، سبيسينج، اي شيء مستحق انه أغطي السن. هذا سن بإنامل ومستحق أنه أغلفه من الوجه حتى أغير من شكله ولونه. ما بفد إنديكيشن معين، يعني أنا متى ما حسيت هذا السن وجهه أنه لازم يتغطى راح أجي على خيار الـ indirect veneers. طبعا هواية أكو
كيسز تنحل بالدايركت وبالاندايركت، اغلب الكيسات تنحل بالدايركت والاندايركت، لكن اني افضل الاندايركت عاده لانه هو حل بيرمننت، ما يصير بديسكالريشن، مو ليبل تو فراكتشر كل شويه، فدائما افضل الحل الاندايركت. الشغله الاخرى سالتوني هوايه على الكونترا انديكيشن، دائما نقول ماكو اي كونترا انديكيشن للفينيرز عادة انه هو يتعارض ويا الفانكشن، يتعارض ويا الفانكشن والبيولوجي. يعني patient age to age، هذا البيشنت راح يتعارض الفينيرز مالته ويا الاوكلوجن، patient deep bite راح يتعارض الفينيرز ويا الاوكلوجن، patient proclined teeth. اوكي هاي البروكلاين تيث حتى اجي ارجعها لي ورا لازم اقصها، الروت راح يبقى بهالاتجاه، الروت راح يبقى هيجي، هذا التوث بهالاتجاه، راح اجي بعدين اقطه واسوي هيجي، القم مالتي راح تقعد على الفينيرايه، فالفينيرايه تصير كانما اوفر هانج ريستوريشن. فاذا الاسنان متقدمه عاده نحاول ما نرجعها لانه راح يتعارض ويا البيولوجي مالت التوث، ف راح يصير عندي overhang restoration وراح يصير عندي gingivitis. إذا افتهمتوا هذه التفصيلة قلوا لي. موضوع ال overhang restoration، خلي أحكي لكم على ال overhang restoration وفي حال أنه أنا ردت أقدم الأسنان. عندنا هذا tooth أوكي متقدم، أوكي حتى أجي أسوي له فينيرز وأقصه راح أقصه بهالاتجاه وراح تصير الفينيراية بهالاتجاه، البون والجنجيفا وكلها راح تجي تقعد ويا الريستوريشن هنا، هاي الريستوريشن مالتي اللي هي الفينير. أوكي راح يصير عندنا أوفر هانج ريستوريشن وجنجيفايتس، فلهذا دائما نقول كيس الأورثو حلها أورثو وليس حلها فينيرز، متى ما تعدل الروت مالتي أوكي بحيث من أجي أسوي فينيرز الجنجيفا همينة تقعد هيجي، هذا ما راح يكون اوفر هانج ريستوريشن. تمام، ف دائما الكيس اللي حلها اورثو اورثو، ف ماكو كونترا انديكيشن عدا انه يتعارض ويا الفانكشن. خلي اشوفكم كيس اللخ، هذه الكيس، هذه الكيس هي contra indicated for veneers. زين ليش؟ أنا ليش دا أشوف هاي contra indicated؟ هواي أكو يسولها veneers. هذه الكيس contra indicated لأن هي deep bites. deep bites أنا يجوز أحتاج أطول ال lower شوية فرح تصير الكيس traumatic. أوكي؟ هذه الكيس عندنا الأوكلوجين ما بي مشكلة، عندنا دايستمة قديمة حاليها بكمبوزيت كراك تيث حليناها بالفينيرز وما كان عندنا أي انترفيرنس ويا الفانكشن ولا ويا البيولوجي. فبهذه الكيسز، الكيسز اللي ما أحتاج بيها أنه انترفيرنس ويا البيولوجي والفانكشن راح يصير عندي أنه هي هاي indicated for veneers. افتهمنا هسه الكونترا indications والindications، عفو حوراء وخلي مخكم وياي، عفو حوراء وعفو الكتاب، أنا أشتركم كلكم كتاب بس ركزوا وياي. فمن أريد من يجيني البيشنت يقول لي أريد 6 أسنان، هاي الكيس قبل شوية نشرت على ستايل إيطاليانو قبل يمكن ساعة من هسه، أوكي جتيني هاي الكيس مسوي لها كراونز، كان عندها هنا كلاس 4 الديتيلز مالتها تقولها على ستايل إيطاليانو، ملحقت شو اسمه ملحقت أني أنزلها على اللابتوب هسه، كان عندها كلاس 4 ودايستم مسوي لها كراونز أوفر هانج ومسوين بيها violation of biological width. هذا الشغل صار بي interference ويا البيولوجي، بس من جتيني أنا قلت لي أريد 6 أنا لازم أفكر لها بسمايل، السمايل شلون أعدلها، هي عندها قام سمايل، السمايل لاين مالتها مو صح، وعليه هذه الكيس لازم أدرسها
كسمايل كاملة وليس كتوث معين. احنا غالبا نشوف هذه هيجي كيسز نشوفها بالنت هواية، بس ما نعرف هذه بالنهاية طلعت حلوة على البيشنت لو لا. الفكرة بالفينيرز والسمايل لازم you should understand how to make the smile perfect حتى تطلع السمايل حلوة. شغلة مهمة اللي هي الفيشيال لاينز. هذه الفيشيال لاينز إن أشياء جدا مهمة، إنه الانتربيوبيلاري لاين أوكي متوازي ويا الانسايزال ايج، أوكي الانتربيوبيلاري لاين هذا متوازي ويا الانسايزال ايج ومتوازي ويا الجنجافال كونتور وعمودي على الميد لاين الفيشيال ميد لاين. هذا بالنسبة للفيشيال أناليسز. هاي أشياء مهمة، أكو أشياء يعني ممكن إنه مو كلش نلتزم بيها، بس الأهم هي الانتربيوبيلاري لاين متوازي ويا الجنجافال كونتور ومتوازي ويا الانسايزال ايج وكلتهم عموديات على الفيشيال ميد لاين. خلي اشوف لكم زين، ما اعرف ايش مكتوب هنا، يعني هي هاي محاضراتي مال الكورس ف يعني مو كلتهم محضرة عليها. ها هاي الصورة جدا مهمة. شوفوا هذه البنية، احنا عادة ننتبه انه والله هاي الامبريجر هيجي، والله هاي بليتش وايت، والله هاي ناتشرال مو ناتشرال، عدم ننتبه انه هاي السمايل لايق للشخص، حلوة على الفيس لو مو حلوة. بيشنت ما راح يهتم انه هو اسنانه يعني الامبريجرز تشابه لو ما تشابه، الكناين اوكي هي مهمة، بس الفيشيال اناليسز اهم بهواية من السمايل اناليسز. شوفوا هاي البيشنت ايش قد حلوة، لانه الكرايتيريا اوف سمايل ديزاين كلتها عليها الانتربيوبيلاري لاين متوازي ويا الانسايزال ايج ويا الجنجايفال كونتور. هاي نسختهم، هاي طبعا من كتاب الصورة، وهذه نسختنا احنا. هاي البيشنت همينة اشتغلنا عليها، شوفوا السمايل ايش قد لايقت لها، لانه شو اسمه، لانه اشتغلنا على موضوع الفيشيال اناليسس صحيح، رغم انه اكو امبريجرز مربعه، اكو هوايه اشياء ممكن ما تكون اكسبتابل. وهاي سمايل لوخ تختلف تماما باللون والتفاصيل عن هذيك السمايل، بس بالنهايه طلعت كلش حلوه لانه احنا مشتغلين على الفيشيال اناليسس صحيح، الانتربيوبيلاري لاين متوازي ويا الانسايزال ايج ويا الجنجايفال كونتور. اللايف مو كلش شو اسمه، مو كلش اكتف مثل جماعة فيميل دنتست. فيميل دنتست انشط من عندكم، عادة يوصلون 1K. الانسايزال ايج تكون مثل القوس ويا تقويس الابر ليب، لا دكتور متقوسة ويا تقويس اللور ليب وليس الابر ليب. غالبا انا دا احكي على الباراليزم اوف ذا انسايزال ايج، هيجي عدله اوكي، هاي الخط متوازي ويا هذا الخط، السمايل لاين متوازي ويا اللور ليب وليس ويا الابر ليب. في حال انه عندنا ديفكت باللور ليب نرجع للابر ليب ونسوي الكونتورينج مال السمايل لاين متوازي ويا الابر ليب. زين نجي خلصنا تقريبا، يعني هذا فد شرح جدا سريع لانه احنا محددين بوقت، يعني مو مال يطول اللايف اكثر من ساعه، فشرحت لكم الاشياء اللي مهمه اكثر. نجي على السمايل اناليسز اللي هو غالبا احنا نهتم به اكثر من ما نهتم بالفيشيال اناليسز اوكي، اللي هي عندنا الدنتال ميد لاين والشيفتنج والكانتنج. الدنتال ميد لاين ممكن انه يصير بديفيشن 4 مليم acceptable للعين، بس الكانتينج اللي هو شوفوا الشيفتينج هذا الميد لاين، هاي الدنتال ميد لاين اوكي، شيفتينج اكسبتد بس كانتينج مو اكسبتد. وغالبا اذا عندنا شيفتينج بالميد لاين بين الابر واللور راح يكون اكسبتابل افضل من ما نعدله ونسوي كانتينج. الكانتينج اللي هو هيجي
تمام فاهمين؟ زين عندنا الانسايزال لينث. الانسايزال لينث هو السكرت اللي نحدد به الطول مالت الانسايزال ايدج. طبعا ماخذيها بالبروستاتيك بالكليه اللي هو الام ساوند ام ام ام. نخلي البيشنت لحد ما يصير ريلاكسيشن. الكانتينج اللي هو ميلان, الشيفتينج هو شيفتينج, الكانتينج هيك يصير كانتد, الميدلاين يصير بي كانتينج. اوكي هذا الشيفتينج, هذا الميدلاين. مني يروح صفح يعني شيفتينج, مني يميل هيك يعني كانتينج. شو يصير له التعليقات؟ مو مشكله بعدين ما اقدر اجاوبهم. زين عندنا الانسايزال لينث لحد ما نوصل للام ساوند. طول الانسايزرز اوكي لازم يكون 2-4 مليم. من يكون اكثر من 4 مليم, يعني البيشنت قلت له قول ام, من يكون اكثر من 4 مليم هذا يعني انه اني على الاكثر عندي قوي سمايل. قوم سمايل due to short lip, قوم سمايل due to class 2, ممكن يكون لهواية أسباب. أوكي فالأم ساوند والإنسايزال لينث فشي جدا مهم حتى نحدد طول السنترال إنسايزرز. زين الميدلاين والإنسايزال لينث شرحناه والأم ساوند. نجي على الجنجايفال كونتور. الجنجايفال كونتور جدا جدا مهم حتى نحدد انه الكيس هي جامي سمايل لو مو جامي سمايل. الجامي سمايل هي اي شيء فوق الثلاثة مليم نسميه جامي سمايل. الجنجايفال شوينج فوق الثلاثة مليم يعني هاي جامي سمايل, هذه مو جامي سمايل, هذه جامي سمايل, هذه جامي سمايل. اكو جامي سمايل ديو تو شورت ليب, يعني أنا البيشنت إذا قلت له قول أم والأم مالته وصلت لهنا طلع كل السن, فهذا يعني أنا عندي شورت ليب. الليب ريلاكست, من تكون الليب جدا ريلاكست للأخير والتوث كلي تطالع, فهذا يعني أنه أنا عندي شورت ليب. إذا أنا بالأم ساوند تكون هيجي بس من تضحك ممكن تصير هيجي, فهذا يعني عندي هايبر أكتيف ليب. غالبا وعاده بليز الله يخليكم الهايبر اكتيف ليب لا تشتغلوا لها فيلر, لانه بس تشتغلوا لها فيلر راح تنقلب الشفه لي فوق, هيك الفيلر كليته ينقلب لي فوق. يعني هاي الليبس تكون من ريلاكست, من تكون ريلاكست تكون كل شيء ما بيها مشكله, بس من يضحك البيشنت تقمز فيقمز وياها الفيلر. فغالبا دولي جماعه الهايبر اكتيف ليبس لازم نشتغلهم بوتوكس وليس فيلر. اوكي بس جماعه الشورت ليبس ممكن ليبري بوزيشنينج وممكن ايضا يشتغلوهم فيلر. جماعه الشورت كراون, شورت كلينيكال كراون عاده ينحل بالجنجيفكتومي والكراون لينثنينج. غالبا هاي الكيسز كلش قليله. الجامي سمايل ديو تو بوني اكسس, يعني البون مالتهم كلش كبير, والجامي سمايل ديو تو شورت ليب وهايبر اكتيف ليب يكون اكثر من الكيسات اللي يحتاج بيها نطول الكلينيكال كراون. فهذه الكيسز حتى اذا ردنا نطول بيها نطول ايش قد 2-3 مليم ماكسيمم, ما راح نقدر نحل بيها جام سمايل هالقد. حتى لو كان شورت كلينيكال كراون ما راح نحل بيها جام سمايل هالقد ولا هالقد جام سمايل. عندنا هاي الكيس مو جام سمايل, هاي الكيس جام سمايل حلها اورثوغنافيك سيرجري, هاي الكيس قام سمايل لأنه شورت ليب وهايبر أكتيف ليب. هاي البيشنت من تقول أم الأم مالتها لهنا المفروض الأم مالتها 4 مليم ماكسيمم, فمن تضحك عيدوا اللايف وراح تفتهمون. فمن تضحك تقمز بالزايد, يعني هي أصلا أوريدي هي لهنا, ومن تضحك البيشنت تصعد لهنا. يعني هاي combination of short lip and هايبر أكتيف ليب. هاي الكيس هي كل ضحكتها لهنا, فالمشكله ما عندها بالجامي سمايل, هي شورت كلينيكال كراون حلها بالجنجيفكتومي. هاي كيسز حلها ماكسيلو فيشل سيرجري. تمام افتهمنا على الجامي سمايل لو لا؟
خلي أرجع الكومنتات الشورت من تكون 4 ملم من الأسنان. باو خلي نسوي دياغنوسيس عليه. أوكي هسا أنا قلت أم وهيك طلعت هاي الأم مالتي، هذا دليل على إنه أنا شورت ليب. أوكي من أضحك تطلع قم سمايل، هذا الأم مالتي الريلاكس اللي المفروض 4 ملم طلع كل التوث. أوكي إيش حال من أضحك راح تطلع كل القم، هذه شورت ليب. أوكي هايبر أكتيف ليب اللي هي أنا بالأم طبيعي أم بس من أضحك كلش تغمز اللثة، هذه هايبر أكتيف ليب، مجرد بوتوكس للمصل راح يحل كل المشكلة. أوكي تمام. والجماعات الشورت كلينيكال كراون دولي أقل الناس اللي هم يحتاج لهم، قصدي اللي حلها جينجيفكتومي، دولي هم أقل ناس يجون يعانون من القم سمايل، لأنه القم سمايل مالتهم راح تكون كلش قليلة، يعني أكو 9 و10 مليم قم سمايل، هذه سببها أي سبب عدا شورت كلينيكال كراون. زين نجي على الجنجايفال كونتور. الجنجايفال كونتور اللي هو انه احنا عادة عندنا السنترالز حددنا طولهم تمام، اللاترالز اكثر ب 2 مليم، اللاترالز عادة اكثر ب 2 مليم، ممكن هاي ال 2 مليم اكو كتب تقول 1.5 مليم واكو كتب تقول 2 مليم، انا غالبا اقول دائما 2 مليم. شوفوا هذا السنترال هذا طوله حددناه بالام ساوند، اللاترال اقصر ب 2 مليم، ممكن واحد منا ممكن واحد منا، ممكن اثنين منا ومنا بطول السن، منا ممكن جنجايفالي بطول السنترال منا راح يصير اقصر ب 2 مليم، السنترال حيكون بطول الكناين جنجايفالي وانسايزالي. صح هو اللايف في معلومات هوايه بس يعني لازم تكنكون. زين اوكي هذا الضوء بدا يحترق. تمام كتبولي تمام عيد شي. الهايبر اكتيف ليب لا يكون نورمال، تبين 4 مليم، شلون هسه اني هيجي نورمال 2 تو 4 مليم واضح اعتيادي، بس من اضحك كلتها تطلع مثلا ما يطلع شيء عندي، من اضحك كلها تطلع هذا دليل على انه هي هايبر اكتيف ليب. زين خلي افر لكم الكاميرا، شوفوا هاي الاسنان هاي المفروض بيرفكت. اوكي شوفوا اللاترالز اكثر من السنترالز 1 تو 2 مليم غالبا، الكناين بطولهم اوكي انسايزالي وسيرفايكالي. الزينث بوينت شنو هي الزينث بوينت؟ هي اعلى نقطه من اللثه، اعلى نقطه من اللثه، هاي الزينث غالبا تكون ديستالي 1 مليم من الميدلاين بالسنترال، باللاترال تكون بيا الميدلاين، بالكناين ايضا تكون ديستالي من الميدلاين، هذا مو الميدلاين هذا اللونج اكسس، فهذا ما نقيس عليه، فسجلوا هاي الملاحظة يمكم. أشتيتكم واحد دا يجاوب الأخ، خلي أشوف لكم. أكو شغلة جدا مهمة همينة اللي هي البكال كوريدور. البكال كوريدور إذا صار البكال كوريدور كبير راح يطلع جدا بشع، وراح تطلع السمايل كانما بعيده كانما مخفيه، واذا صار فل اذا مليناه بالاسنان راح يصير عندنا دنتشر لوك ابييرنس. ما عيد عيد الزنف عيد الزنف هاي الزنف اسمه الزنف، هذا الميدلاين، الزنف هي اعلى نقطه من الجنجيفه اللي من عندها انزل للجنجيفه هيجي، الزنف 1 مليم ديستالي للميدلاين اوكي بالسنترال،
باللاترال 0.4 ملي، عادة احنا نحطها بالنص لان مستحيل تنحسب ال 0.4 ملي. بالكناين ايضا ديستالي 1 ملي للميدلاين، وكان الله يحب المحسنين. ها شلون نملي البكال كوريدور؟ شلون تملي؟ شوف دكتور، هذه الفور اوكي، عادة احنا نحتاج لها preparation about 0.5 ملي. في حال انه احتاجينا انه نمليها راح ما نسوي preparation، نسوي additional veneers ونبرزها اكثر حتى تملينا جزء من البكال كوريدور. خلي اشوفكم cases. زين هاي ortho تمام لي هسه؟ احنا نريد البي دي اف طماعين، هذا مال الكورس دكتورة. يعني ماكو واحد يشرح شو اسمه كورسات الاف محاضرات الكورس بالهذي. زين احنا قلنا في حال انه هاي الكيس يحتاج لها، جايتني تريد سمايل اوكي، هي indicated for ortho. لنفرض عادة انه احنا هاي ردنا نسوي لها سمايل، شو راح يصير عندنا؟ ابتسام تتجنن بسببك، لاف يو سرا، ما اعرف منو سرا حبيبتي. شوفوا لنفرض عبثا هذه الكيس احنا ردنا نسوي لها سمايل اوكي. هسه احكي لكم على البريبريشن في حال انه ضل وقت. هذه اذا ردنا نسوي لها سمايل هذا لازم نقصه اوكي، قلنا خلي نقصه ما يخالف ونقصه عليه ونسوي له عنده، راح نوقع بمشاكل هوايه. اولها هذا السن، هذا السن الجنجيفا مالته هنا حتكون اوكي، راح يصير جدا عالي وجدا بشع. هذا نقدر نسوي له جنجيفكتومي بس راح يكون البون مال تقريب يحتاج لكراون لينثنينج اوكي، راح يصير عندنا انترفيرنس ويا الاوكلوجن مالت اللور اوكي، راح يصير عندنا شوفوا هذا بروكلايند بهالاتجاه اوكي، هذا الجنجيفا مالته بهالاتجاه، اذا عدلناه راح يصير اوفر هانج ريستوريشن في حال انه سوينا له ال شو اسمه، في حال انه سوينا له الفينير او الكراون. فكيسات الاورثو غالبا وعاده حلها اورثو تمام. دكتوره شو بتسوين كورس 11/3 اذا الله سهل، راح يكون اكو كورس همينه 10 او 12 مشتركين وراح يكون بعملي على البيشنت. زين هاي الكيس، هاي الكيس كدايجنوسيس اكسبت ما عندنا شيء، بس الكيس ممكن تتحول للاورثو، حولتها للاورثو، اهل الاورثو قالوا لي عندها ميسنج بالبوستيريور فما نقدر نسوي لها احنا شو اسمه، فما نقدر نسوي لها اورثو، فاحنا قلنا خلي نسوي لها سمايل. هذه الكيس بس مجرد انه نسوي مانجمنت للسبيس راح تصير كلش نورمال. ما اعرف وين الكيس، هاي الريزلت مالتها تمام. الصوت اختفى، بعد الصوت اختفى. وهي هاي نفس هالكيس سوينا لها مانجمنت للسبيسز، وهي الكيس بالنهاية محتاجة فينيرز واهل الاورثو قالوا انه احيا عندها ميسنج بوستيريور تير، فما راح نقدر نسوي لها شو اسمه، ما نقدر نسوي لها أورثو. لنفرض هاي الكيس سوينا لها، طبعا هاي دكتورة سارة عدنان أم الأورثو مالتنا، موجود الصوت تمام، دكتورة سارة عدنان أم الأورثو مالتنا هي اشتغلتها. لنفرض هاي جينا دا نسوي لها أورثو، جينا دا نسوي لها فينيرز، هذا السن قصيناه هواية أوكي صار كراون وسويناه عنده، راح نظل بمشكلة إنه الجنجيفا مالته عالية والجنجيفا الكونتور راح يطلع ما حلو. فغالبا وعادة كيسات الأورثو حلها أورثو وليس أي شيء ثاني عدا الأورثو. هاي الكيس اللي هي بروكلايند هاي جتيني حتى تسوي سمايل، قافلة هي إنه دكتورة وسن حسوي لي فينيرز وبدون بريبريشن و و و وهالسوالف. هذه بوقتها بالقوة قنعناها انه تسوي اورثو وسوت بس ارتش واحد وبالقوة، يعني دكتورة سارة يعني كلش كلش تعبت يلا قدرت تحصل هاي النتيجة لانه سنجل ارتش. في حال انه هاي قطيناها بهالاتجاه، قطيتها بهالاتجاه، هاي الجنجيفة
هاي الجنجيفة راح تظل هنانة وتوت راح يصير هيتشي، فراح يصير اوفر هانج ريستوريشن، ما راح الفينيشينج لاين، يعني الفينيشينج لاين ما راح يصير بهالاتجاه، راح يصير بهالاتجاه وراح يصير اوفر هانج ريستوريشن وبعدين جنجيفايتس. خلي اشوف لكم بعد انذر كيس. هاي الكيس طبعا دا اشرح لكم اني على معلومات ممكن تفيدكم بالفينير وبالكراون اند بريدج وحتى بالكومبوزيت. اي كيس لازم تشوفوها تقومون تتخيلون سمايل ديزاين مالتها. هاي الكيس شوفوا تحسوها الاسنان شورت، اوكي يحتاج لها جنجيفال كونتورينج. هسه اشوفكم الديتيلز. هاي الكيس افتر احنا هواية اشتغلنا بهاي الكيس كلش هواية، اوكي عدلنا لها بس سوينا لها جنجيفال كونتورينج. هذا فد شيء اسمه بون ساوندينج اللي هو نقيس الليفل مال البون حتى نحدد انه احنا بالجنجيفكتومي حنسوي فايليشن اوف بيولوجيكال ويث او لا. حتى تفهمون البيولوجيكال ويث روحوا شوفوا الكيس مالتي على ستايل ايطاليانو حتى تفهمون القصه كليتها، لانه شارحه اني هوايه عنها. هسه طويله السالفه اذا جينا اذا نشرحها. فورا الجنجيفكتومي هيجي صارت الفاينل ريزلت، هيجي صارت ورا الهيلينج طبعا ورا فتره طبعا. فهذه الكيس محتاجين كلش هوايه نسوي جنجيفكتومي عدا انه بس سوينا جنجيفال كونتورينج وطلعت الريزلت هيجي. هاي الكيس ما نحتاج بيها اي شيء، ما عندنا اي مشكله لا جنجيفكتومي ولا اي شيء، مجرد انه احنا في حال انه ردنا نسوي فينيرز راح نسوي فينيرز. في حال هاي الكيس هاي طولناها انسايزلي من هنا اللاتر السنترال سويناها بطول الكنايز والجنجيف ما قصينا منها بس سوينا جنجيفال ريكونتورينج. هاي الكيس هاي غيرها. هاي الكيس همينا سوينا لها فينيرز، هاي كان عندها ميسنج لاترال هذا كناين وغيرنا سوينا لاترال ما كان يحتاج لها اي جنجيفال كونتورينج على انه السنترالز لازم شويه يطولون وهنا عندنا الاوفر جيت الاوفر بايت يحتاج تطول شويه فطولنا السنترال انسايزرز وطلعت السمايل هيك. طبعا اللون اكيد يعني البيشنت من حقه انه يعني يختار اللون اللي يعجبه ب يعني ويا الطبيب. هاي الكيس كلش هاي بنيه صيدلانيه اختها اخوها دنتست وزوج اختها هم دنتست. شوفوا هاي الكيس جتيني جنجيفايتس بهالشكل بس بسبب انه ما مسوين فينيشنج لاين عدل. فلهذا سالتوني قبل شويه وحده سالتني قالت لي دكتوره طبعا مدى الحق على الكومنتات اتمنى انه اجاوبكم كلكم، بس اللي عنده سؤال خلي يدز لي على الانستغرام بس مو على الفيسبوك لان الفيسبوك مو كلش الحق. فقالت لي دكتوره يصير بدون فينيشينج لاين؟ يصير بس مو يمنه. ليش؟ هذا التوث هذا التوث مالتي هذا الروت اوكي وهذا التوث تمام. اذا اجي اني اسوي بدون بريبريشن لزقت فينيراي بهالاتجاه، اوكي هاي الفينيراي لزقتها بهالاتجاه اوكي. هذا لهنانه راح يصير اوفر هانج، فبنتجي الجنجيفه تقعد راح يصير اوفر هانج مثل الاوفر هانج مالت الكومبوزيت. فاني شو اجي اسوي من اجي احفر فينيشينج لاين اوكي حيجي الفينير يقعد بالفينيشينج لاين ما راح يصير عندي اوفر هانج ريستوريشن. هذا قلم ودفتر يحيى. اي يحيى يكتب يا لا دخيلكم دخيلكم الشخابيط كلهم طلعت. لا دخيلكم طلعنا الشخابيط كلهم. اي والله احمد هذا دفتر يحيى والقلم اللي يكتب بيه يا المهم شخابيط يحيى كلها طلعت لكم. اي هذا طلع اللي شو اسمه. فاحنا نجي نسوي فينيشينج لاين حتى يجي الفينير يقعد وما يصير اوفر هانج. في حال انه المختبر جاب لكم في حال انه
جاب لكم المختبر الفيني راية هيجي رجعوها، حتى لو انتم مسوين فينيشينج لاين لازم يصير بالضبط ويا عمق الفينيشينج لاين مالتكم حتى يثبت فت وما يصير اوفر هانج. إذا كيس احتاجيت هذا، شوفي دكتورة الفينير شيء والفول ماوث فول ماوث ريهابليتيشن شيء ثاني، ذاك واحدة يعني هو علم واحدة، الأوكلوجن والفول ماوث ريهابليتيشن هو غير شكل، يعني تماما غير شكل. خلي أشوفكم بعد. ها سألتني بنية اللي هي مريم إنه شو وقت أفتح الانتردنتال سبيس وش وقت ما أفتحها. شوفي هاي الكيس، هاي الكيس حليناها بفينيرز، هاي بيفور وهاي افتر، هذه نفتح بها الانتردنتال سبيس راح يصير كانما كراون بس بليتالي شويه راح يصير اكسبوزد، هذا البريبريشن مالتها كلها مفتوحه كانما كراون، بس الفكره وين انه اني هذه الكلاس ثريات حتى بليتالي لازم اعبرها اوكي ويصير ونوصل البوردر مالت الفينير على ساوند انامل، لازم يوصل البوردر مالت الفينير حتى هذا الكلاس 3. هسه من هنا لنفرض هذا بليتالي، بليتالي افر للفينير لحد ما يوصل على ساوند انامل تمام. فهيجي كيسز لازم افتح بيها الانتردنتال سبيسز، هاي الكيس 1 يير فولو اب اوكي. هيجي كيس مثلا ما احتاج بيها افتح الانتردنتال سبيس، اتوقع حاطه البريبريشن اي هذه، هذا البريبريشن مالتها ما يحتاج انه افتح الانتردنتال سبيس مالتها. زين انا عندي هنا منطقه كلش صغيره راح تبين من الفينير من التوث الاصلي هنا، ما اعرف ما حقدر ازومها لان هذا باوربوينت. في حال انه البيشنت عنده ديسكالريشن اوريدي، هو سموكر او لسبب او لاخر يصير عنده discoloration interproximal area، راح افتح الانتردنتال سبيسز لانه بالنهايه راح تصير هنا خطوط سوداء بين الفينيرز، فافتح الانتردنتال سبيسز. زين افتحها هواي لو افتحها شويه؟ هسه راح اقول لك ايش قد. هذا التوث، هذول السنترالز، ما اعرف ليش انا مشلبه بهاي الورقه، هذول السنترالز، هذا البكال وهذا البليتال ما شاء الله، وهذا البكال وهذا البليتال، لازم اني احفر الانتردنتال سبيسز ويا الكونتاكت، لازم مو قبل الكونتاكت ولا ورا الكونتاكت، لان اذا قبل الكونتاكت راح يصير عندي مشكله انه راح يبين هوايه، ممكن قبل الكونتاكت بشويه بس ورا الكونتاكت ترى اول شيء راح ينفتح السبيس، ثاني شيء راح يبقى انسبورتد انامل. فاحنا لازم شوفي هسه هنا، هنا اني فاتحه قريب الكونتاكت قبل الكونتاكت بشويه، اول شيء ما صار عندي انسبورتد انامل، وثاني شيء ما انفتح الانتردنتال سبيس. في حاله شلون عندنا كلاس 3 لازم في حال انه كان عندنا كلاس 3 لازم نعبر هسه تمام رجع البث، رجع كونكت على الواي فاي، اعاده الكونتاكت دكتورة ماكو داعي، في حال انه هسه اسوي لك، هسه احكي لكم. شوفي هسه اوكي عندنا ساوند توث ستراكشر اوكي ما معرض للستين، نخليها قبل الكونتاكت بشويه، هنا البريبريشن هنا لازم ما نعبر بليتالي حتى لا يصير انسبورتد انامل هنا. زين في حال كان عندنا كلاس 3، هذا بليتالي هذا بليتال اريا اوكي، عندنا كلاس 3 بهالاتجاه، اني الفينيراية اجي بهالاتجاه، شوفوا هذا كليته راح يصير فينير، خلي البليتال اريا راح تصير هيجي، هذا فينير، هذا كله راح يتغطى بفينيراية تمام، هذا
البليتال بارت راح يكون هيجي رجع. تمام تمام. في حال انه عندي كلاس 3 لازم كلها تتغطى ب اي ماكس لحد ما نوصل ساوند توث ستراكشر. يعني بقولي انه الفينير الكومبوزيت يصير within the veneer، يعني الكومبوزيت يصير بداخل الفينيراية وليس على حافتها، لانه مستحيل راح يصير بوندينج ما بين الكومبوزيت والفينير، فراح يظل هذا جاب، راح يظل فتحة اوكي، ما راح نهائيا يلزق عليه، فراح يظل يجي طايف الفينير. إذا أكو كلاس 4 كومبوزيت نشيله قبل الفينير، وبحالة كلاس 4 بدون فولينج نقدر نسويها بس فينير ماكو مشكلة. حالة كلاس 4 تقدرين نسويها كومبوزيت بدون فينير بالضبط، نسوي كفر للحشوة بالفينير. في حال كلاس 4 ماكو داعي أحط كومبوزيت وأقلل أزيد السيرفس مال الفينيرز، ماكو داعي. ها في حالة دايستمة، الدايستمة فشي جدا مهم، وكل هواية احنا نشتغل دايستمة بالفينيرز. زين شي يقولون دائما اكو شغلة مهمة، اني دول جماعة فيميل دنتست حافة الفينير ما تقعد على الكومبوزيت نهائيا، جماعة فيميل دنتست كلش متونسين على هاي الشغلة. شوفوا هاي دايستمة اوكي، هاي هم دايستمة، ما اعرف ليش هيك طلعت توث، يلا ما يخالف. عندنا جنجيفة، دائما الجنجيفة هيك تصير عدلة ويا الدايستمة، وهنا عندنا بون، النقطة من البون لحد الكونتاكت أنا اجيت، شوفوا الامرجنس بروفايل لازم يصير كونتينيوس من التوث اوكي، دايستمة كلوجر سواء كومبوزيت او فينير اوكي. من البون كريست لحد الكونتاكت لازم 5 مليم او اقل، تمام، حتى ما اسوي اوفر هانج ريستوريشن وبنفس الوقت تتفهمون. تتفهمون زملائي وزميلاتي، هذا البون ليفل وهاي الجنجيفا ليفل، شو وقت ينسد البلاك تريانجل اذا كان هذا المسافه من البون للكونتاكت 5 مليم أو أقل. هذا إذا كان في 7 مليم راح يبقى الجنجيفة تبقى معلقة هنا، ويبقى هنا عندنا بلاك تريانجل. الكتب شو تقول؟ تقول في حال إنه كنت أنت تقدر تسد هذا البلاك تريانجل بالكومبوزيت أو بالفينير أو بأي شيء بدون أوفر هانج، والإميرجنس مالتك طالع من التوث مو أوفر هانج، والبلاك تريانجل حينسد، سوي بالريستوراتيف دينتستري اورثو اللي هو كومبوزيت او فينير. بس في حال انه البلاك تريانجل ما ينسد ريفير تو اورثودونتست، يسد لك يقرب لك الاسنان او يسد لك السبيس حسب الكيس. ففي حال انه البلاك تريانجل ينسد احنا راح نقدر نشتغله، وهي الكيس نوت انديكيتد فور اورثو، بس في حال انه ما ينسد لا ريفيرت فور اورثودونتست. نحسب هاي المسافه، لا مو بالاشعه دكتور، اكو في شيء اسمه بون ساوندينج، اي بروب اي بروب بريودونتال بروب فوته اندر انستيزيا، فالشيء اقروا على فالشيء اسمه بون ساوندينج، اللي هو تقيسون البون بريودونتال بروب تحسون انا طبعا مو بريودونتست، بس اني يعني كل هاي الأشياء أقيسها قبل ما أشتغل حتى ما أوقع بمشكلة شلون أقيسها. هاي هسه أطلع لكم مسقر شوية، سويت لكم بون ساوندينج ما انتبهتوا، بس هذا البون ساوندينج شوفوا وينه وينه، هذا البون ساوندينج شوفوا، أدخل هاي فد أداة ما أعرف اسمها، هي أصلاً مال بريو أوكي، أدخل أقيس لحد ما أحس أكو بون فد شي خشن البون، لحد ما يعني
يعني أتحسسه وأقيس هذه المسافة من البون. هسه هنا أنا إذا أريد لنفرض هذه دايستمة من البون لحد الكونتاكت، من البون لحد الكونتاكت، إذا كانت هاي المسافة 5 مليم أو أقل راح ينسد البلاك ترينجل. شلون نقيس الديبث مال البون دكتورة؟ خلي أشوف لكم شلون تقيسون الديبث مال البون دكتورة. بلكت أكو فد سلايد فد شي. هي هاي نفسها. شوفوا هسه هاي الصورة شوية توضح لكم. هذه الجنجيفة، هذا البون، دخلون بروب بريودونتال بروب هنا، أوكي، وتتحسسون هنا الخشونة، أوكي، تتحسسوها البون، البون ملمسه خشن تبين يعني عندكم. أكيد كلكم مسوين بيرفوريشن وحاسين الملمس مال البون. خلي أشوف لكم another cases. كأنما جاي تقيسون بوكيت، مجرد تخلي الكونتاكت وهذا هو بالضبط دكتور. يعني شوفوا هاي الكيس، هاي الكيس أنا مسويتها مشتغلتها بالكومبوزيت، هاي الكيس مشتغلتها بالكومبوزيت. شوفوا هذا الإميرجنس بروفايل اللي هو بهالاتجاه يصير لازم يكون مو هيجي أوفرهانج. هسه أقرب لكم، لازم يصير مو هيجي، لازم يصير سموث وكونتينيوس. فالكونتاكت لحد البون 5 أو أقل، هاي الكيس كومبوزيت مو فينيرز، مو indirect veneers. خليني شنو نشرح بعد. don't save. خل اطلع لكم محاضرات الكورس. اكو قسم سألوني على السمنتيشن، بس المشكله السمنتيشن قصته طويله. هذا سيمتيشن سوري، بس ضاعت المحاضرة first lecture indirect veneers of small design. طبعا موضوع الفيشيال ميدلاين والدنتال ميدلاين وهذه الأمور والسمايل ديزاين والفيشيال أناليسز والسمايل أناليسز، غالبا إذا تقدرون شكد ما تقدرون اخذوا صورة للبيشنت وعليها حددوا انه انتو انه اش راح تسوون. اكو شغلة مهمة اللي هو الموكب. many cases لا مدى اللي اريد اراوي لكم اياها. زين ركزي حتى دكتورة هاي الكيس اللي نزلتيها شلتي بون؟ ما اعرف يا هي. خلي نبلش حشرح لكم على البريباريشن. هذا البريباريشن حنبلش شوية ان شاء الله المرة الجاية. شوفوا عندنا شغلة مهمة نشرحها آخر 10 دقائق. لازم يكون posterior to the contact. دكتورة هو أصلاً، دكتورة هو أصلاً ماكو contact بالدايستمة، فعادة ويا ال ويا بالفينير مالت الدايستمة لازم تفتر لي ورا شوية توصل الفينيشينج لاين بليتالي حتى يقدر التكنيشن يلفها لي ورا. زين عندنا أول شيء اكو هواية مواضيع تخص البريباريشن. اول شيء لازم اسوي واكس اب للبيشنت،
اسوي له واكسب اخذ له برايمري امبريشن حتى اسوي بالبدايه برايمري امبريشن اوديها للمختبر البيشنت يسوي لي عليها واكسب. هذا الواكسب اسوي عليه اندكس، هذا ان شاء الله باللايف الاخ راح اشرح لكم اياه كليته بالتفصيل. اسوي عليه اندكس واشوف البيشنت شلون راح تكون نتيجه السمايل مالته. اللي عنده سؤال خليه يكتبه حتى اقدر اشوفه هسه. اذا كانت الحشوه كلاس 3 ممتده للبليتل بكميه كبيره بهاي الحاله شنو دكتوره انت تقيمين؟ ايش قد ما تبقين اكسبوز من التوث ستراكشر فهو ماكو اي مشكله. الفينشينج مال كومبوزيت لا زين. الموكب هو الموكب راح احكي لكم عن الموكب الموكب المكتب والموكب الموكب اوكي شوفوا الموكب شنو قصته. الموكب هو عباره عن شيء اجي اسوي واكسب اخذ امبريشن اسوي واكسب. انا طبعا مقرره انه المره الجايه اشرح لكم هذا الشيء بس شو تسوون وهس انتو ف اخذ امبريشن للبيشنت اوكي. موجودة عندي كيس مؤخرا اشتغلتها سويت لها واكسب ف اسوي ادزها للتكنيشن بعدين اجي اسوي اندكس عليها اخذ سيليكون اندكس. المرة الجاية اشرح لكم التفاصيل شلون اسوي سيليكون اندكس. وينها اخر بيشنت طبعا بعد يوم خلصتها بس صورت التفاصيل حتى اشرحها. تاهت الموكب يفيدني بشغلتين. اولها انه اشوف البيشنت شلون راح يصير الفاينل ريزلت مالته خصوصا انه كانت الاسنان مو كلش راح يصير بها بيج تشينج. يعني الكيسات اللي هي اصلا مو كلش يعني تحسوها كلش انديكيشن. هذه الكيسز غالبا نفضل انه نسوي بها موك اب ليكون اني مثلا مو ماخذه صوره للموك اب. اي شوفوا هاي الكيس الدايغنوسيس مالتها انه هي يحتاج تطول السنترالز شويه اوكي. حكينا بالام ساوند حكينا بهواي ديتيلز. ها طبعا لابتوب العياده كيسات العياده. فمن جيت سويت لها موك اب طولنا لها السنترالز. اوكي هذه الماده هي تمبراري كراون اوكي اللي هي اكريليك ماتيريال تمام. اجي احطها بداخل الاندكس اللي هو يكون من السيليكون راحت تمام. هذا راح يساعدني انه اشوف الفاينل ريزلت مالتها ما يرهم بالفلوبل لانه راح يلزق على التوث واصلا كوست يطلع كلش هوايه. وثاني شغله راح يحدد لي الديبث اوف بريباريشن. راح من خلال الديبث كاتينج بيرز احدد الديبث اوف بريباريشن. يعني شوفوا هاي المنطقه مثلا راح يلوحها بريباريشن بس هاي المنطقه بالديبث كاتينجز ما راح يلوحها بريباريشن. هاي المره الجايه ان شاء الله راح اشرح لكم اياه بالتفاصيل. هذا مال البريباريشن. حاليا هذه اللي هي تقريبا راح تطلع الفاينل ريزلت. غالبا نحاول مو كل الكيسز نسوي لها موك اب لانه الكيسز اللي اريد اطلع اصغر من حجم الاسنان او بحجم الاسنان نفسه التكنيشن راح يضيف لي واكس واني من اجي احط اكريليك ماتيريال راح تطلع بلكي فالبيشنت ما راح يحبها وراح يبطل يسوي فينيرز. ف ما راح نستفاد شيء من الموك اب والواكس اب عدا انه البيشنت ما راح يحب السمايل مالته. فالموك اب مهم خصوصا بالبدايه باول كيسز حتى نقدر من خلاله نسوي السمايل ديزاين. هاي هي الكيس
بالموكب. وهذه من حددنا الديبث كاتينج. ما اعرف ما اخذه اني صور للبريبريشن او لا. اي لانا كان عندها كلاس فورات. شوفوا بيشنت من عنده كلاس فور، غالبا اني اشيله لكلاس فور شقد ما اقدر اشيله واعبره، لانه طالما هو مو كيريز افضل انه اعبره بالفينير. يعني هذا بس الفينير راح يفتر بليتالي، راح يكون بليتالي اكو فينيشينج لاين يوقف عند الفينيرز. في حال انه قلنا هانا عندنا كومبوزيت فتحنا الانتربروكسيمال اريا، هنا ما عندنا كومبوزيت ما فتحنا الانتربروكسيمال اريا، ومثل ما تشوفون الفينيشينج لاين قبل الكونتاكت بشويه. اللايف القادم ان شاء الله ما اعرف ايش وقت يعني من الله يسهل ومن يكون عندي وقت ان شاء الله من عيوني اشرح لكم. هاي يمكن صوره اوضح للبريبريشن، شويه افتح من عندها. شوفوا هنا ما فتحنا الانتر بروكسيمال اريا، بس هنا فتحنا لانه عندنا كلاس 4. دائما نسوي موك اب اول كيسز، حاولوا تسوون موك اب حتى البريبريشن مالتكم يصير ب جايد. هسه راح نقعد نجاوب الاسئله ان شاء الله في حال عندكم اسئله. هذا الموك اب راح يحدد لي، شوفوا الموك اب هو النتيجه النهائيه مالت الشغل تقريبا. نحاول نقول للبيشنت انه تقريبا هذه النتيجه النهائيه مالت الشغل. بيش يفيدني انه من النتيجه النهائيه اني اعرف مختبري انه يحتاج بريبريشن 0.5 ملي. من الموك اب النتيجه النهائيه اخذ من عنده 0.5 ملي، فراح يحدد لي الديبث اوف بريبريشن. وإذا صار عندنا سيرفايكالي اكسبوز دنتين ونسوي له كفرنج بكومبوزيت ونكمل، لا طبعا اكيد دكتوره ما يصير، لانه لازم الاكسبوجر مالت الدنتين لازم. شوفوا كل البوردرز على الانامول، كل البوردرز على انامول لا على دنتين ولا على كومبوزيت. بنص الفينير وذين ذا فينير اي اوكي يصير، بس حتى مرات جماعه كلاس 5 في حال انه كلاس 5 عندي كيريز وسويت كومبوزيت وهذا الكومبوزيت سبجنجايفال واني ما اقدر انزل الفينير مالتي كلش سبجنجايفال، اللي راح اسوي فايليشن اوف بيولوجيكال ويث، اخليه كومبوزيت بس وما اسوي له كراون او فينير، او اسوي له كراون لينثنينج واسوي الفينيشينج لاين يعني مور سبجنجايفال، لانه ما اقدر اقعد البوردر مالت الفينير على دنتين او على كومبوزيت. دكتوره بحاله الكلاس 4 الفينيشينج لاين، دكتوره اللايف الجاي نبدي من الموك اب، لان شرحه كان سريع. بالضبط الموك اب اصلا اني اللايف الجاي راح يكون ان شاء الله على كاست، وراح يكون بريبريشن وموك اب على كاست اذا الله.